آمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمع وسلام يا سلام ورحمة الله وبركاته معلمين تقول هول استعين ما سهلنا ونصبوا يخير عام الصلاة ودي ما قال صوح نصبوا يا ريد القرآن لو ضوب شريح ترت ذيلاد ما كان ضاع صور هل يا وسع عادي ومعلمين تا برشوا ذا على قوى لقيا رعب صلاة ها فضوبان كتاب كلها إن شاء الله تعالى سيا تايم خلي يعص أنا عد يبا محمد يدونا إن شاء الله هل ساعة يبر ساعد وشرع ساعد وبلعب يا إن شاء الله ما هي لما طلع الله ما قيل دونا ودمينا يا نص على قدر إنه سؤال يجواب استفسار الحق تاني ما هن هذا العقلية ودورة واحدة كمان تاع سوي درس إن شاء الله علم بدن باهيسان أديك معلمين تي أديك علمي هيسان مرك دورة قرآن لما قالوا ده ما حمل عيسى عيسى فضل القرآن كيو سو سو دقيقة علمه أخذ هن لكن الباب كان باب كيما باب كان صاحب شو الشيخ أحمد يو مع الصوب علمه أخذ له أنا وعن كهلا وحلا يراه هذا تربية خصاب سنت تربية أنا وحصل جلا وحقرتان كيا وحدقيسي مع ماذا علم حلا مع ملونز وحقوته هنا مانتي علم سكولة بيكون عرية القرآن كنا ويك عرية هذا أنت ما يلاقيته وحلا ده سكول وحبرشة تالا القرآن كم درسنا وحبرشة تالا لكن الله معلمك الدون ده طبعا تذكرية وح كلام ما وحدا عرفتيد وبدرسنا وحش شجعنا يا القرآن كنا وعرية سكول كواحد شو معلم قصلي يا أفرح سام لكن واحد أرضي واحد ده القرآن كواحد شو معلم إحنا خصم بده قلنا بطل إنا يربى الله يسوق حي مراكن ما كان سماه يا لك يعني القرآن بالجي معلم بقراي متخلع لوجي ما كان ضرب بقرا على مراكن الورش مراكن يا شو أنت أنا أدين كود أفتن لوا بس كلام جوت معلمين تين دخلوا أفتح حاجة جوت ساعة دردد معلم خلع لوجي بلنا محمد دي لا كوا كقليا ده يكوا بنا واقليا نواي حنا قلنا وحريك الشيء وحكيه هو يدي صايو ماشي مسلم شو ما حرقوا يلا ماشي مسلم شو ما حنا قدروا يلا وحكيه ما كان هذا أنا معلم وما من سنت هاي فعل كايا ها حما ما في عنا ده إنه مراكن جاري خلاص ما ليش جوت ثم ساسوا المية وحلا براي حاجة لا تجين معلم ده معلم كاري كذي حاجة ولا تجي وده واحد خود رأي واحد جري جرتي ذاك أفريقيا شو جا يو عالم إسلامي قفنا في القرآن هاي المعلم أنا غصما حاجة واحد من الجيران ده جس عمت قال معلم بات جس عم أنا قال ما شاء الله معلم بات مركب عندنا أنا لبس شيء بعشرة ودك كه حضلان أقوم تاني ما معلم بات هاي مش حافظ القرآن بات وديفرن وقولت قف كسر عربي قالنا معلم عربي أنا غصما نتك كسر إنجليزي قالنا إنجليزي معلم أنا غدو لكن و أسلوب يو تربية قال ولا برتو يو أقوم بيو بهانت معلم نمر وأنا واحد كبل عم بيا وحلو يقانو لا دقن كبل آدم هذا دو برتان وهذا عالم كله يقانو اللي هو تنمية بشرية وحلو برتان سدد كم ورقة أنت قف سوسه ويسع قف كان واحد كقال سوسه كرتا وحلا معلم وحلا ده قف قف أنا واحد قول ويجي ما دو أو باهيد إذا أنت درسه كدر تين كره باهيد قف كان قبل لكن ده حنقصنا هاي محمد سمعي كلام هذا قال بقى صفر أيام صمة وحن خلاص كلنا مريخ إنجليزي هلا بدها ده صمة يوم قالوا ري واحد شيطان إنك بدل ما بده دين تأسود الشيء بس يا كودش بس هذا سبب شيء في حارة حارة هي ويا له وحن ما هي دين تمعلق الضم بها سيد ردد الضم معلم القرآن إن فعل كدين تلو غبحه وحسالا ما وقتهن Somali waxa la hadlaa ardayda quraanka baa lagaa 400 boqol laakiin iskuul lama geeyo 400 boqol sama boqol ka hanto lixda ma iskuul lagaa xiliyad dambe oo ma lagaa in jirin baa sida daraadeed imisa culumada Soomaalida 400 waxa fiiray 10 ma dhama xata taas ka qiyaas adaad go'sa caamada wax ku leeyeen quraan waxa ay ugu dambeysay maanta dhameeyay he macallinka garac ka baxsaday marka aduu horta adaa macallimiinta qaar ka aan weydiyo ma murafir baa tahay sabab soo doqso dhawaya النبي صلى الله عليه وسلم من ده صادق كل اللي يكير أفتحان أنت يمع ما في النوضة تاع مركا إن دين تلقى عرو وقف كما أي إم في سنة القرآن خلا ما يرضى يعني ما شر به جاري هرت وآل الدين بدن الله شيخ يسوع كل يهين أدين اللي دلهم حاجة قصية في سحران خلا شري أفك سحران كما شرينا ده دل بلا كبر تلمه دين تأخذ درت كل ما على الله إسكرا حرق سنة الله فان له كرا
maxaa ka soo baxay? Waxaan dhahnaa hadda kore waxaan sheegay nin baa sab ka soo qayb galay, meel sab lagu cunay, marka waxay dhaheen bariis baa basaas loogu duugay oo taariikh xamarka way xasi yaqaanaan. Marka sab la cunay ahayd basaaskii uu qac kasii ugu gurtay, marka inaan meesha marka wuxuu yiri maandhay kaalay, maxaa loo dan lahaa sabtaan? Waxaan gutay aboo tahamlay waagaas dhibaataa qabojiskeedii waay wuxuu yiri kuleel maanta ka u yahay kuleel balaay maanta ugu galaasuu. Waxaan dhahnaa marka macalin kastaale oo dil iyo qacac qacac ilmaha qur-aan ku baraa dagaal wuxuu u yaalaa iyo balaay maanta imaas qur-aan ka yaacan shalayto ilma aan diin baran kuwa aan dukanaynin wixii aan laga faa'idin waa meeshay ka dhahaan dadka aqoonta lehi macalinka lama hilmaamo hadduu wixii hadduu fiican yahay labadaba haddaa macalin fiican tahayna wanaagaaga iyo ducadaada iyo khayrkaaga waa soconaya haddaa macalin xun tahayna ilaah ka mangalnay in kaabtaa soconaysa marka waa inaad ku fakartid se wax jira intaana marka gelinin waxaan rabaa horta inaan idaacadeeyo waxaana haystaa waxa weeya wax loo yaqaano customer service naga xumaaday haddaad dukaan leedahay waa waqtin dugsiyaasha badankooda iskuullada iyadoo waxbarasho taallo haddana waa shaqo qof uu ka shaqaynayo oo rabo inuu dadku soo jiito madaraso socaan noqoto dhaqaale ka helo magac ku helo deal diinta faafiyo haddaana magac la yeelanin meel ficaanna jooginin dadna ku imaan diin la faafinaysa marka waa in dadka horta lagu jeclaado wax fiican la timaada haddii labada nin dukaan furato oo meel dukaanka loo soo gaxo iska fadhiyo wali maxaa ka gadaa maxay naga tagay maxay yeegidho mid soo isaa walaal maxaa ka gadaa kaas waa ga dhamaaday kanaan kugu bedelaya u dhaho way kala fiican yahay samaa wax loo yaqaan customer service inaad dadka soo dhaweysid oo macaamil fiican la timaadid waxaan nahay marka anaga waxay tahay iskuulada ilmuhu waxay ugu cararayaan madarasada kaga cararayaan waxaan naga xumaatay customer service soo dhaweynta naga xumaatay yurub iyo america waxaa yaalla macalimiin la cadaadinayo cadaadis imaam ma jeclaya cadaadis baa lagu haya maamulka cadaadinaya ma ku qaylin kartaa ilmaha ma la hadli kartaan ma fiiri kartaan cunugiyo balaayo qas uu leeyahay waalidaa waa fiicanta asagoo waxba soo barmu leeyahay geed taray haddana taray garay waa samayn kartaa meeshaanu usha la ordayno asagoo wax leeyay ku celiya haddana ku celiya doono inuu baro magac buu ku helayaa dhaqaalaha uu ku helayaa ardaygiina uu soo jiidanaya ardayga guriga uu ka cararay iskuulka u cararaya iskuulka maxaa yaala wa insina marka iskuulada waxaa yaala ma ka fiirayna haagdiin waxaan ka fiirayna